السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فهاد لا فيديو البنات غادي نقدم لكم هاد لا غاناش بدون جيلاتين، كتجي زوينه بزاف. لا غاناش بالشوكولا البيضاء كتجي زوينه بزاف صراحه. درتها مع هاد الكب كيك، ولكن جاني ملي كندير المونتاج جاني الفيديو طويل بزاف، قلت هكذا نحط لكم لا غاناش بوحدها، ومن بعد الفيديو الجاي ان شاء الله نحط لكم الكب كيك. هنايا على بركه الله غادي ندوزو لاكناش ديالنا. كيف ما كتلاحظوا المقادير هما قدامنا. عندي هنايا 350 مليليتر ديال لاكريم، تكون من لاكريم زعما تكون زوينه، الا لقيتو تكون فيها 35% نتاع لي ماتير غراس من الاحسن، ما لقيتوهاش تقدروا ديروا حتى 30. عندي هنايا واحد المعلقه ديال الزبده، واحد معلقه ديال الجلوكوز، وعندي 200 غرام ديال الشوكولات الابيض، مي يكون من نوعيه جيده باش هكذا لاكناش ديالكم تنجح لكم. صدقوني البنات كتجي رائعه. في الاول اش غادي نديروا؟ المهم كنديروا هذيك المعلقه نتاع الجلوكوز، غادي نديروها مع لا كريم. بالنسبه للجلوكوز البنات اللي لا كتبغيو هكذا تهزوه كيجي لكم، راه قلتها لكم من شحال هذه، دائما ديروا يديكم في الماء يكون بارد مزيان، ولا المعلقه اي حاجه بغيتوا تهزوا به الجلوكوز ديروا في الماء بارد وتهزوها، راه ما غادي يطرى حتى حاجه للجلوكوز ديالكم، ودغيا ما كيتلصقش في اليدين. هنايا غادي ندير هذا الجلوكوز كيف ما شفتوا في لاكريم، وغادي نسخنوه مزيان، وان شاء الله نتلاقاو هكذا باش نديروا على الشوكولات. انتم كتلاحظوا بعد ما سخنت داك الشوكولات، عفوا لاكريم ديالنا، كنديروا على 200 غرام ديال الشوكولات الابيض، وكيف ما قلت لكم ضروري يكون من نوعيه جيده باش هكذا لاكناش ديالنا تنجح، ما غاديش نحتاجو لا جيلاتين لا والو. دابا غادي نخليها هكذا غير نقولو 30 ثانية حتى لدقيقة، وكنجي نخلطوه بهاد الطريقة هادي. كنلقاو الشوكولات ديالنا صافي راه داب، ديك السخونية ديال الحليب راه داب. من الأحسن البنات لا جيلاتين ديروه اليوم باش تخدمو به غدا كاع. نقولو مفروض أن إلا نتوما زربانين بزاف كتقسمو هاديك لاكريم ديالكم، كتاخدو المهم نقولو كاع 150 ديال لاكريم، تسخنوها وديروها على الشوكولات، ومن بعد ملي كتخلطوه ملي يدوب ليكم هداك الشوكولات وكتزيدو عليه هداك الباقي ديال لاكريم على لاكناش ديالكم على داك الشوكولات اللول، هكذا دغيا غادي يبرد لينا. وديروه في واحد الطبسيل يكون هكذا واسع، وحطوها في الثلاجة تقدرو تدخلوها شي شوية في الكونجيلاتور. هنايا بعد ما خلطتها البنات كيف ما كتشوفوا، حيت كنت كنهضر في واحد الموضوع اخر هنايا وكنطحن، المهم هذاك لاكناش ديالنا خصنا نطحنوها مزيان باش تجي عندنا واحد لاكناش اللي كتكون ليس، ما كتكونش فيها حبويبات نتاع الشوكولا ولا والو. انتم كتلاحظوا بعد ما طحنتها، دابا غادي نخليها حتى تنزل الحراره ديال لاكناش ديالنا، وعاد ديك الساعه غادي نضيفوا الزبده. ما غاديش نضيفوا الزبده في ساعه، غير كتقيسوا هكذا البول ديالكم كتشوفوا راه زعما كتحسوا بها راه برد، وديك الساعه كتضيفوا الزبده. هنايا باقي ما ضفتش الزبده البنات، وغادي نضيفها هذاك معلقه كبيره، انا صراحه ما عبرتهاش، حطيت واحد المعلقه هكذا كبيره، قلت تقريبا واحد 40 غرام 35 غرام ديال الزبده. انتم كتلاحظوا الا درناها باقي سخونه راه كتبان لي يد ما كلشي. دابا راه كنحاول باش شويه بشويه حتى نذوب كاع هذيك الزبده مع الشوكولات وديك لاكريم اللي درنا. انا البنت راه درتها اليوم باش نخدم ليه زعما غد ليه، درتها يوم قبل، خليتها الليله كامله، درتها في هكذا في العشيه وخليتها الليله كامله في الثلاجه. وكيف ما قلت لكم تقدروا تدخلوها للكونجيلاتور، ما كيطرى لها حتى حاجه، الا كنتو زربانين تقدروا ديروها في الصباح وعطيوها واحد هكذا 6 سوايع ولا حتى 8 سوايع، وديروها شي بلاطو هكذا يكون واسع باش دغيا تبرد لينا، ما تخليوهاش في البول بحالي انا الا كنتو زربانين. هنا راه باقي كنخلط، باقي داك الزبده ما ذابتش. كيف ما كتلاحظوا دابا صافي راه الزبده ديالي دابت. دابا غادي ندير لي هاد الفيلم اليمونتير، وغادي ندخلها كيف ما قلت لكم للثلاجه حتى الغد ليه ان شاء الله. كيف ما قلت لكم المهم انا حطيت درت حتى لي كيب كيك
غد ليه ملي طلعت لاكاناش، ولكن صراحه جاني واحد الفيديو طويل بزاف وقلت اللهم هكذا ندير لاكاناش، مي محتاجش نهار درت شي حاجه اخرى محتاجه فيه لاكاناش، يكون لاكاناش تكون الفيديو ديالو بوحدو. هنا صافي غادي نخليها ترتاح على راحتها. ما عرفتش البنات حتى مشى لي واحد المقطع ملي درتها غير فهاد زعما الروبو باش نخلطو صافي. المهم جبتها درتها فهاد باش هذا غادي نخلطو، تقدر ديروها بالعجانه، المهم كل واحد كيف. المهم داكشي اللي عندكم تطلعوا به لاكاناش ديالكم. درتها ما زدت لها حتى حاجه، دزتها شويه ديك السخين تاع الباني، اللي بغى يزيد اللي ما بغاش ما يزيدوش، وطلعتها دغيا كتطلع لينا. انتما كتلاحظوا القوام ديالها، دابا غادي نديرها في هاد لابوشادوي. انتما كتلاحظوا القوام ديالها كتجي شاده راسها. كاينين لكاناش اللي كنستعملوا فيهم لاجيلاتين، والكاين هادي ما نحتاجوش نستعملوا فيه لاجيلاتين نهائيا. هكذا تزينوا به الكب كيك ديالكم، حتى الكيك ديزاين لي مولا كيك. المهم داكشي اللي بغيتو تستعملوا فيه لاكاناش تقدروا تستعملوا بها، تستعملوا هاد لاكاناش هادي. واستعملت هاد لادو يا البنات اللي عنده هادي التسنينات هادو، المهم راه كاتبان هنايا. غادي نحاول ندير لكم شي هكذا نزيل لكم هاد لي كيب كيك اللي درت. كيف ما قلت لكم راه غير جاني الفيديو طويل، مي راه درتهم نيت هذاك النهار، كنحاولوا نضغطوا في الاول غير بشويه وكنحاولوا ندوروا، نخليو شويه ديال هذاك لو بيسكوي ديالنا ديال الكيب كيك يبان لينا شي شويه، نديروا لا كريم في الوسط. صراحه كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما تجربوا هذا لاكاناش وردوا عليا في التعاليق وهكذا تستعملوه الحلويات ديالكم. ان شاء الله الفيديو القادم غادي نقدم لكم هذه الوصفه ديال هذا لي كيب كيك اللي كيجيو حتى هما زوينين بزاف، كيجيو ارطبين صراحه. هذه ما درت فيهم حتى حاجه من الداخل، ما كاينه لي كيب كيك اللي نديرو اللي كنديرو، المهم ما الشوكولا والبخاليني، المهم بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نديرو هكذا ملي كيطيبو نديروهم من الداخل. هنايا كنوري لكم كيفاش المهم تقدروا تزوقوا ولا ديكوري وهاد الحاجه اللي بغيتي ديروها. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والعائله، ضغطوا على زر الاعجاب الى بطبيعه الحال عجبكم الفيديو. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.